مرحبا مجددا. أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك، وأدى الصلاة إلى جانب سموه في مسجد الشيخ راشد بن سعيد في زعبيل. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم وعدد من الشيوخ وجمع من المصلين. وقد استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم والمصلون إلى خطبة العيد التي ركز فيها إمام وخطيب الصلاة فضيلة الشيخ الدكتور عمر الخطيب على موضوع الإحسان والبر والعطاء، كما وتناول إمام وخطيب صلاة عيد الأضحى المبارك شخصية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، شخصيته المفعمة بحب الخير والعطاء والإحسان حتى بات رحمه الله مثالاً ومفتاح للخير والعطاء في الداخل والخارج وفي أصقاع الدنيا. كما واستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر زعبيل بدبي صباح اليوم جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك الذين دعوا الله تبارك وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة ودوام السعادة والعطاء، وعلى دولتنا وشعبنا بإطراد التقدم والرخاء والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة. فقد تقبل سموه التهاني، وإلى جانبه ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي من سمو الشيوخ والمعالي والوزراء وعيان البلاد والمواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية في الدولة. كما وتقبل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله التهاني بهذه المناسبة العطرة من كبار ضباط شرطة دبي، يتقدمهم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وسعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومن كبار ضباط وزارة الدفاع والقوات المسلحة وكبار ضباط الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، يتقدمهم مديرها العام سعادة اللواء محمد أحمد المري، وكبار ضباط الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي يتقدمهم مديرها العام سعادة اللواء راشد ثان المطروشي. وقد تبادل معهم سموه التهاني والتبريكات بالعيد. رفع أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويوفقه في مواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء لرفعة وطننا الغالي وعزته. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر المشرف أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام. فقد استقبل سموهما صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي. كما استقبل صاحب السمو نائب رئيس الدولة وصاحب السمو ولي عهد أبو ظبي كل من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان
واسمه الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقية ولي عهد الفجيرة، واسمه الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، يرافقهم عدد من الشيوخ والمسؤولين. كما وحضر الاستقبال معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، واسمه الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واسمه الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق اسمه الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واسمه الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، واسمه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، واسمه الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي، واسمه الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، واسمه الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، واسمه الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير ثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار الشخصيات والمسؤولين في الدولة. ودعا الجميع الله العلي القدير أن يحفظ دولة الإمارات وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ليواصل تعزيز المكانة الرفيعة التي تبوأتها دولة الإمارات على مستوى العالم، داعين المولى عز وجل أن يرحم شهداءنا الأبرار ويتقبلهم في الفردوس الأعلى، وأن يحفظ أبناء القوات المسلحة وقوات الواجب خارج الوطن. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر المشرف في العاصمة أبو ظبي أعضاء السلك الدبلوماسي للدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة ورؤساء البعثات والمنظمات الدولية الذين قدموا للسلام على سموهما بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتبادل سموهما معهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة. وعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لأعضاء السلك الدبلوماسي عن سعادتهما بما وصلت إليه علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلدانهم وشعوبهم لدولة الإمارات وشعبها، متمنين دوام تطوير هذه العلاقات والدفع بها إلى آفاق أرحب. حضر الاستقبال عدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار الشخصيات والمسؤولين في الدولة. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قواتنا المسلحة في ميادين الواجب خارج الدولة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. في كلمة عبر دائرة تلفزيونية مباشرة أعرب سموهما خلالها عن اعتزازهما وفخرهما وشعب دولة الإمارات ببطولات وشجاعة حماة الوطن ومواقفهم المشرفة، سائلين المولى عز وجل أن يوفقهم ويحفظهم ويسدد خطاهم وينصرهم بقدرته تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أنا أحييكم وأبارك لكم بهذا العيد الطيب، ونحن سعداء بكم وبأمثالكم، ودولة الإمارات بخير ما دام موجودين فيها مثلكم، وشبابنا اليوم يطلعون إليكم، ورئيس الدولة هو يرفع الرأس بكم، وأنا وأخي وعضيدي وقائدنا محمد بن زايد موجودون هنا نهنيكم بالعيد، والله يكون معاكم
وأبشركم بالنصر القريب، فوقفتنا وحدة ونحن كلنا معاكم. شكرا يا سيدي. السلام عليكم ريال، الله يحفظكم بالعز والأمان والصحة، رافعين رؤوسنا دائما إن شاء الله. أمانة تسلمون على الجماعة اللي ما قدرنا نشوفهم اليوم في هاي الشاشة المبروكة، اللي تشرفت بشوف هالويوه الطيبة. نحن فرحانين بشوفكم ونقولكم كل عام وانتم بخير إن شاء الله. أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم بجامع الشيخ زايد الكبير في العاصمة أبو ظبي مع جموع المصلين من المواطنين والمقيمين. أدى صلاة إلى جانب سموه سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان واسم الشيخ سرور بن محمد آل نهيان واسم الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي واسم الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واسم الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني واسم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة واسم الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي واسم الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي واسم الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية واسم الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة واسم الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة واسم الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة. كما أدى صلاة عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين ورجال السلك الدبلوماسي العربي والإسلامي في الدولة وجموع المصلين من المواطنين والمقيمين. وألقى الشيخ وسيم يوسف خطبة العيد سأل الله عز وجل أن يتغمد برحمته ورضوانه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، داعياً الله تعالى يشمل بعونه وتوفيقه ورعايته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ويشد عضده بنائبه وولي عهده الأمين ويسدد خطى أخوانه حكام دولة الإمارات وأولياء عهودهم ويعم بفضله وإحسانه كل من على هذه البلاد الطيبة المباركة وأن يحفظ دولة الإمارات من الفتن ويديم عليها نعمة الأمن والأمان. بعدها قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيوخ بزيارة ضريح المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وقرأ الجميع الفاتحة على روحه الطاهرة داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم لوطنه وشعبه وأمته من خير وأعمال جليلة. ودوام مدفع العيد أمام جامع الشيخ زايد الكبير بثلاث طلقات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث أدى فريق الوحدات المساندة مراسم إطلاق مدفع عيد الأضحى المبارك وسط ابتهاج وسعادة جموع المصلين بفرحة العيد. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر المشرف في العاصمة أبو ظبي صباح اليوم جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك، ورفع المهنئون خالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية ويوفقه ليواصل قيادة مسيرة الخير والعطاء. وتبادل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة مع عدد من سمو الشيوخ وكبار المسؤولين في الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة
إضافة إلى عدد من كبار قادة القوات المسلحة وكبار ضباط وزارة الداخلية ومسؤولي المجلس الأعلى للأمن الوطني والأجهزة الأمنية في الدولة وكبار رجالات الدولة وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حجاج الدولة على أداء مناسكهم والوقوف بعرفة وبعيد الأضحى المبارك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه اليوم مع سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية. وقال الدكتور الكعبي في هذا الصدد إن سموه هنأ واطمأن على أوضاع وأحوال حجاج الدولة وسلامتهم وخطط البعثة لتسهيل أداء مناسكهم، وأبلغه نقل تحياته إلى الحجاج وتمنيات سموه لهم بالتوفيق في أداء باقي المناسك ويتقبل المولى عز وجل طاعاتهم ويمن عليهم بقبول حجهم، مشيرا إلى أن هذا الاتصال يجسد اهتمام القيادة الحكيمة لدولة الإمارات بتفقد أحوال المواطنين في المواقع كافة. أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى الإبداع بمدينة الشارقة. أدى الصلاة إلى جانب سموه الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموارئ البحرية والجمارك والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم والشيخ محمد بن صقر القاسمي وعدد من الشيوخ وأصحاب السعادة أعضاء المجلس التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة وكبار المسؤولين بالشارقة ووجهاء وأعيان البلاد وجمع غفير من المصلين من أبناء الدولة والجاليات العربية والإسلامية. وعقب أداء الصلاة تقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني بعيد الأضحى المبارك من الشيوخ وجموع المهنئين. استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم بحضور سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك الذين توافدوا إلى قصر الإبداع العامر عقب صلاة العيد تقديم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين. وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار رجالات الدولة وأعيان البلاد وأعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة ورؤساء ومدير الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية وكبار ضباط الشرطة في القيادة العامة لشرطة الشارقة يتقدمهم العميد سيف الزر الشامسي قائد عام شرطة الشارقة والهيئات العلمية والثقافية ووفد جامعة الشارقة يتقدمهم الدكتور أحمد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة ووفد الجامعة القاسمية يرأسهم مدير الجامعة الدكتور رشاد سالم وشيوخ القبائل وجموع المواطنين والمقيمين. حضر الاستقبالات عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في حكومة الشارقة. أدى صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن أحمد النعيمي ولي عهد عجمان صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع الشيخ راشد بن أحمد النعيمي بمدينة عجمان. أدى الصلاة إلى جانب سموهما الشيخ أحمد بن أحمد النعيمي ممثل حاكم إمارة عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبد العزيز بن أحمد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم وعدد من الشيوخ ووجهاء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية. استقبل صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان صباح اليوم وذلك بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزهر لتقديم أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
متمنين لسموهما موفور الصحة والسعادة، وداعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهما وعلى شعب دولة الإمارات، وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم ورقي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فقد تقبل سموهما التهاني من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد والقبائل وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والهيئات وأصحاب ومديري الشركات العاملة في إمارة عجمان، كما وحضر المقابلات عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين. أدى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد الكبير بإمارة الفجيرة، وأدى الصلاة إلى جانب سموه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، ومعالي السعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، وسعادة سيف السماحي مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من الشيوخ ومدراء المؤسسات الحكومية في الإمارة. وبعد الانتهاء من شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك والخطبة، تبادل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني من سمو ولي عهده وأنجاله، فيما تبادل سموهما التهاني مع المهنئين من الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد وأبناء الدولة والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية. تقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بقصر سموه في الرمال اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك من الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء القبائل وأعيان البلاد والمواطنين الذين دعوا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والسعادة. حضر الاستقبالات الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، وسعادة سيف سلطان السماحي مستشار صاحب السمو الحاكم، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من الشيوخ والمسؤولين. أدى صاحب سمو الشيخ سعود بن راشد لمع العضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الشيخ زايد بمدينة أم القوين، وأدى الصلاة إلى جانب سموه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القوين، كما أدى الصلاة إلى جانب سموهما الشيخ سيف بن راشد المعلى رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلى نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلى رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلى للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة سعود بن راشد المعلى للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلى رئيس دائرة البلدية بأم القوين، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلى رئيس مجلس أمناء جائزة أم القوين للابتكار، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلى والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلى، وعدد من الشيوخ والمسؤولين. وبعد الانتهاء من صلاة عيد الأضحى، تبادل صاحب سمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القوين التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتقبل التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين بهذه المناسبة المباركة. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين صباح اليوم بقصر سموه بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القوين جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. فقد تقبل صاحب سمو حاكم أم القوين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية
وكبار المسؤولين وشيوخ القبائل وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة، وكبار الضباط بالقيادة العامة لشرطة أم القوين الذين دعوا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات وشعبها بالخير والبركات في ظل القيادة الرشيدة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والازدهار. حضر المقابلات عدد من الشيوخ والمسؤولين. أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة. هذا وأدى صلاة إلى جانب سموهما الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك، رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي وعدد من الشيوخ ووجهاء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية. وبعد الانتهاء من أداء الصلاة والخطبة تبادل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني بالعيد المبارك مع الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المصلين. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في قصر خزام صباح اليوم. استقبل عددا من أصحاب السمو الشيوخ والمسؤولين والشخصيات الذين تبادلوا مع سموه التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من كبار الضباط بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وإدارة الدفاع المدني. حضر الاستقبالات عدد من الشيوخ. استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في قصر الزعبيل مساء اليوم رؤساء البعثات القنصلية في دبي الذين قدموا التهاني لسموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنين لدولتنا دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة. وقد تبادل سموه التهنئة مع قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية في دبي، متمنيا لبلدانهم دوام الاستقرار ولشعوبهم الأمن والسلام والرخاء. أدى معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ممثل الحاكم في منطقة العين صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد حمدان بن زايد الأول بمدينة العين. وبعد صلاة العيد استقبل معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان بقصر غريبة جموع المواطنين والمقيمين الذين قدموا التهاني بهذه المناسبة المباركة. إلى المشاعر المقدسة في السعودية، حيث اكتمل وصول مواكب حجاج بيت الله الحرام إلى منى اليوم واستقروا في أماكنهم المخصصة، ورمي الحجاج أو رمى الحجاج اليوم جمرة العقبة ثم شرعوا في الحلق أو التقصير للتحلل الأول من الإحرام، ثم طافوا طواف الإفاضة وسعوا بين الصفا والمروة، بعدها نحروا الهدي لمن عليه هدي من الحجاج. وجدير بالذكر أنه قد بلغ العدد الإجمالي لحجاج العام 1438 هجري الحالي 2,352,122 حاجا وفقا لما أعلنته اليوم الهيئة العامة السعودية للإحصاء، منهم 1,752,014 حاجا من خارج المملكة. إليكم درجة الحرارة العظمى والصغرى في دولة الإمارات والمتوقعة اليوم الغد بإذن الله. كل عام وأنتم بخير وإلى اللقاء.